الو، مساء الخير. مساء الخير يا هشام. مع حضرتك يا فندم. ايه الاخبار عندك في الدقي؟ اشرح لنا الموقف كده بسرعه. مساء النور. اشرح لنا الموقف يا هشام بسرعه. يعني هنا في مدرسه جمال عبد الناصر بمنطقه الدقي، تستطيعين ان تسمعي الان يعني نفير السيارات الموجود الان في المنطقه، يعني سيارات تجوب الشوارع المحيطه بهذه اللجنه وتهتف للجيش والشرطه، ويعني ما زالت الاعداد تتوافد بشكل كثيف جدا الان على هذه اللجنه مع اقتراب انتهاء التصويت. حتى الان لم تاتي الينا اي معلومات بمد عمليه التصويت الى بعد التاسعه، فالاعداد تتزايد بشكل كبير جدا وملحوظ، خاصه من جانب الشباب والفتيات على اللجان حتى ينتهوا من عمليه التصويت قبل إغلاق اللجان. تتصور يا هشام انه يعني لحد وقت الإغلاق هيكون الناس خلاص صوتوا ومفيش احتياج للمد؟ اعتقد انه يعني ممكن نحتاج الى وقت زياده، لان زي ما قلت لحضرتك مع اقتراب الوقت بتتزايد الاعداد بشكل كبير. يعني انا الاحظ ان المواطنين المصوتين يهرولون في الشارع الى هذه اللجنه، فهذه اللجنه شهدت كثافه كبيره جدا، خاصه انها بتحمل بداخلها ثلاث لجان للوافدين، فعدد كبير جدا من المواطنين المقيمين داخل القاهره ولكن بطاقاتهم في محافظات اخرى ياتون للتصويت الى هذه اللجنه، وهي شهدت كثافة كبيرة جدا، والآن تتزايد الأعداد بشكل كثيف جدا داخل اللجان، وأنا كنت داخل اللجان منذ قليل لأشهد العملية، فيعني هناك عدد كبير جدا بيقوم قوات الشرطة والجيش بتنظيمهم وتوجيههم إلى اللجان بشكل أسرع حتى يستطيعون التصويت قبل انتهاء الوقت، ولكن أعتقد يعني من المتوقع أن يتم مد الوقت نظرا لزيادة الأعداد، ونحن بعد قليل سوف ننتقل إلى داخل اللجان الموجودة داخل مدرسة جمال عبد الناصر لمتابعة عمليات الفرز وإعلان النتائج. هشام عبد الله مراسل قناة القاهرة والناس من أمام مدرسة جمال عبد الناصر بالدقي، بشكر حضرتك ومعاك